يعني ربات البيوت لحماية أطفالهم من الإصابات المنزلية. نعم، أولا ربات البيوت هم ملكات البيوت، وهم أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، وكما قيل أن خلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة. ونعلم كيف ساندت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضيق حالاته، صح ولا لا؟ فلذلك أول حاجة نعلم أن الأطفال الرضع يكتشفون البيت اللي هو بالفم، ما هو بالسمع ولا بالنظر، أي شيء حطه في فمه. فننصحهم أولا بالمحافظة على الأطفال الصغار، ننصحهم بتعلم دورات الإسعافات الأولية التي يقدمها الهلال الأحمر السعودي وتقدمها الجمعيات الخيرية مثل جمعية غوث مجانا، والهلال الأحمر يقدمها مجانا، وكثير من الجمعيات والمدربين الوطنيين يقدمونها مجانا. لماذا؟ لأنها عندما تكون في بيتها مسعفة فإنها تكون منقذة لأطفالها ولزوجها ولبيتها. نشوف الآن في الغصة، هذا رضيع يحبو ثم وضع في فمه أي شيء، كورة، حاجة، أي شيء. أحسنت، ممتاز جدا. طيب أول حاجة عندما أحمل الرضيع وأجد إزرقاق بسبب انقطاع التنفس، أجد توقف النفس، عدم حركته أو تغير غير طبيعي، أقيمه مثل ما قيمت أسمع وحس أرى. إذا لم أسمع نفس أو أني وجدت أن النفس صعب جدا وتأكدت أنه يوجد في فمه شيء يختنق به ولا أستطيع إخراجه بسهولة، فأول حاجة أنا ممكن أسويها زين، أمسك هذا الرضيع، لاحظوا معي، أميل هذه يدي، هذه قدمي اليمنى، هذه الركبة ما هي على زاوية 90، مميلها كذا الأسفل، أحمي بالشكل هذا. رقبة الرضيع حساسة، فقراته الرقبية حساسة، فلا نميله إلى آخر شيء، لا، نترك 20% من الإمالة موجودة، واضح؟ ثم أفتحه وأجعل زاوية القصبة الهوائية للأسفل، ثم أبدأ بخمس ضربات منزلقة على بين لوحي الكتف كلها، 1 2 3 4 5، واضح؟ منزلقة. ثم أقلبه وأعطيه بين الحلمتين خط وهمي، زين، خط وهمي بين الحلمتين، ثم تحت الخط الوهمي بأصبع، لاحظوا، 5 ضغطات، 1 2 3 4 5، ثم أعيدها حتى تخرج. في حالة لم يخرج فمباشرة الاتصال بالطوارئ و أو نقل هذا الرضيع إلى، فهذه 5 ضربات ظهرية و5 ضغطات صدرية لفك الاختناق، لفك الاختناق. في حالات الحروق للرضع، فأول حاجة أقدمها في حالات الحروق الدرجة الأولى والثانية، أبعد سبب الحريق إذا كان بريق ولا شيء، أبعده، ثم أضع الطرف المحترق تحت مصدر ماء جاري من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، بعد ذلك أعزل هذا العضو ببلاستيك مثلا حتى أصل إلى المستشفى. أما إذا كان عندي مرهم خاص بالحروق مثل ميبو مثل غيره، فأنا بعد ما أنتهي من تبريده بالماء أضع هذا المرهم، لأنه عازل بسبب تلف الألياف والألم الشديد الناتج عن ذلك. فننصح ربات البيوت عشان الهواء ما يمر عليه ويسبب ألم. الله يعطيك العافية أبو ناصر.